بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سنتحدث اليوم عن أول دراسة ألمانية تثبت تفوق اللغة العربية، قوة اللغة العربية وأثرها على الدماغ. كيف تؤثر لغتك العربية على دماغك؟ ما الفرق بين تأثير اللغة العربية وبقية اللغات مثل اللغة الألمانية؟ ماذا تفعل اللغة العربية بالدماغ أيها الأحبة؟ وسوف نستنتج في نهاية هذه الدراسة إن شاء الله لماذا أنزل الله القرآن باللغة العربية؟ لماذا اختار اللغة العربية من بين آلاف اللغات في العالم؟ سنكتشف السبب من خلال هذه الدراسة المهمة جدا. أحبتي في الله، هذا هو دماغنا. هناك مناطق مسؤولة عن معالجة اللغة، معالجة قواعد اللغة، الدلالات اللغوية، معاني الكلمات، ترابط الكلمات، ما تدل عليه هذه الكلمات. هناك مناطق محددة قام العلماء في هذه الدراسة، وهي أول مرة يقومون بمثل هذه الدراسة، على طلاب ألمان وطلاب عرب، ليكتشفوا الفروق الكبيرة جدا بين اللغتين. الدراسة قام بها معهد ماكس بلانك الألماني الشهير في 16/3/2023، يعني حديثة جدا. وهذا المعهد معروف نحن نشرنا له دراسات عديدة حول النسيج الكوني وحول أشياء كثيرة جدا تتعلق بالفيزياء الفلكية وغير ذلك. فهو يعني معهد مرموق ويقوم بدراسات دقيقة جدا، وأجرى هذه الدراسة على مجموعتين، مجموعة لغتها الأم هي اللغة العربية، ومجموعة ثانية لغتها الأم هي اللغة الألمانية. أرادوا اكتشاف الاختلافات بين اللغتين. طبعا أيها الأحبة، افترض العلماء أن جميع الأدمغة متشابهة وكل اللغات تعطي نفس الأثر، لأننا كما نعلم كل اللغات فيها قواعد وفيها فعل وفاعل ومفعول به، وفيها أسماء وصفات وأفعال، يعني ظاهريا اللغات كلها نفس الشيء، وبالتالي أثرها سيكون متشابها. ولكن ماذا كشفت هذه الدراسة؟ طبعا هذه الدراسة أنا جئت هنا بصورة، صورة البحث، لمن أحب أن يطلع على البحث. هذا موقع ماكس بلانك، وهذه هي صورة الدراسة. طبعا الدراسة هنا ب 16 مارس 16/3/2023. طبعا هنا هذا العالم كبير الباحثين في معهد ماكس بلانك بألمانيا، دكتور ألفريد أنواندر. طبعا هنا يجلس بجانب هذا الكمبيوتر الذي يظهر صورة الدماغ، حيث وجد هذه النتائج أيها الأحبة. النتيجة الأولى، دقق معي لأن هذا الكلام دقيق جدا، وهذه الدراسة فعلا تمثل معجزة علمية. وجد أن المناطق المسؤولة عن معالجة القواعد النحوية عند الألمان أكثر تعقيدا. إذن قواعد اللغة الألمانية معقدة على عكس قواعد اللغة العربية سهلة. دماغنا لا يبذل جهدا كبيرا في موضوع القواعد، لأن هناك مكان في الدماغ مسؤول عن معالجة قواعد اللغة، الفعل، الفاعل، المفعول به. طبعا كلها عمليات لا شعورية نقوم بها من دون أن نشعر، وحتى من دون أن يكون لدينا خبرة أن هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا حال وهذا منصوب وهذا مرفوع.
من دون أن يكون لدينا أي معلومات عن هذا الموضوع. هذه عملية لا شعورية تتم في دماغ الإنسان الناطق باللغة العربية أو الألمانية. إذن ماذا يدل ذلك؟ أنا أستطيع أن أستنتج أن اللغة العربية أكثر تنظيما من حيث القواعد. يعني في اللغة العربية أحبتي في الله ظاهريا نظنها صعبة، ولكن كقواعد هي قواعد متينة ومحكمة وتسير بنظام محدد. إذن هذا يعني أن قواعد النحو عند الإنسان العربي هي قواعد فطرية تسري في جسده، منظمة تنظيما شديدا. لذلك الدماغ لا يبذل جهدا كبيرا عند العرب. عند الألمان القواعد لديهم معقدة كثيرا ومتشتتة، فالدماغ يبذل جهدا كبيرا للتمييز بين الفاعل والمفعول به وهذه الأشياء أيها الأحبة. إذن هذه هي النتيجة الأولى. هذا يعني أن قواعد العربية سهلة وميسرة، الدماغ لا يبذل مجهودا كبيرا في القواعد، لأن قواعد العربية لينة طيعة. طبعا من تعمق بموضوع اللغات يدرك هذا الموضوع. لدينا مثلا في اللغة الإنجليزية أفعال شاذة وأفعال كذا، وفعل مثلا ماضي تام وحاضر تام، أشياء كثيرة معقدة غير ولا داعي لوجودها أصلا. نحن في اللغة العربية نستطيع أن نعبر عن أي شيء بالماضي والحاضر فقط. أما هناك زمن ماضي وماضي تام وماضي مستمر وماضي، يعني معقدة، قواعد معقدة لديهم. فالدماغ يبذل جهد كبير في اللغة العربية، الدماغ يبذل جهدا بسيطا، مما يدل على أن اللغة العربية أكثر تنظيما من حيث القواعد. الآن النتيجة الثانية هنا، المناطق المسؤولة عن الدلالات اللغوية أكثر تعقيدا عند العرب. ماذا يعني ذلك؟ يعني الكلمات في اللغة العربية لها دلالات كثيرة جدا، على عكس الألمانية تجد الكلمة لها معنى محدد، معنى شائع تستخدم فيه. بينما في اللغة العربية تجد أن الكلمة لها عشرات المعاني أحيانا، وعندما تضعها في سياق معين تعطيك معنى معين، في سياق آخر تعطيك معنى آخر. الكلمة العربية تومض، لها وميض. لذلك الكلمة العربية توظف في أساليب متعددة، مما يجبر الدماغ على بذل جهد أكبر لمعرفة هذه الدلالات. فمثلا الكلمة الواحدة لها صيغ كثيرة، مثلا الرحمن الرحيم. طب في اللغة الألمانية لديهم الرحمة فقط، أو في اللغة الإنجليزية الرحمة، الرحمن الرحيم الراحم أرحم الراحمين الرحم مشتقة من الرحمن الرحم، كل هذه غير موجودة لديهم. نحن من كلمة واحدة تستطيع أن تشكل مجموعة كبيرة من المشتقات اللغوية. إذن هذا يدل على أن اللغة العربية أكثر تعقيدا من حيث الدلالات. لذلك القرآن عندما نزل باللغة العربية ماذا يعني ذلك؟ يعني أن دلالات هذه الكلمات الكثيرة جدا وظفها القرآن ليعطيك أكبر عدد من المعاني في أقل عدد من الكلمات. سوف نأتي على أمثلة بعد قليل. طيب
عند النتيجة الثالثة، عند الناطقين بالعربية هناك اتصال أكبر بين نصفي الدماغ، يعني هذا الدماغ يعملان معا. يعني أنا عندما أتكلم اللغة العربية جزئي الدماغ عندي الأيمن والأيسر، نصفي الدماغ يعملان معا. الألماني يعمل لديه نصف واحد فقط، أو التركيز على نصف معين، نصف معين يمين أو الأيمن أو الأيسر. طيب ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أيها الأحبة أن الترابط بين الكلمات، العلاقات بين الكلمات في اللغة العربية أعقد. فالعربي يلحظ معاني متعددة في نفس اللحظة، المعاني المحتملة، بينما الألماني يركز على قضية واحدة، معنى واحد، وبالتالي يشغل نصف دماغ واحد فقط. اللغة العربية تحتوي على الكثير من أدوات التأكيد، في الألمانية غير موجودة. يعني مثلا إن أداة تأكيد ما معناها في الألماني أو في الإنجليزي؟ قد، لقد، فقد، إنه، إننا، هذه أدوات تأكيد، لام التأكيد، نون التوكيد الثقيلة، أدوات التأكيد غير موجودة في كثير من اللغات، موجودة في اللغة العربية وبغزارة. يعني مثلا كلمة قرآنية، فأسقيناكموه، كلمة واحدة، في اللغة الألمانية تحتاج إلى 7 كلمات حتى تعبر عن هذه الكلمة، وكلمات منفصلة عن بعضها. الفاء هنا تحتاج لكلمة، فاء تحتاج لكلمة لتعبر عنها. أسقينا تحتاج لكلمة، الكاف في أسقيناكموه، الميم، الواو، واو الجماعة، الهاء مفعول به الثاني. يعني أنت تحتاج 6-7 كلمات أو أكثر لتعبر عن كلمة واحدة في اللغة العربية. لذلك أنا دماغي عندما أسمع فأسقيناكموه مع أنها كلمة واحدة يبذل جهدا أكبر ويشغل نصفي الدماغ لألحظ هذه العلاقات المتشابكة وهذه المعاني المحتملة. وبالتالي أنت تستطيع باللغة العربية أن تعطي، لاحظ معي هذه قاعدة مهمة، أن تعطي أكبر عدد من المعاني بأقل عدد من الكلمات. لذلك نزل القرآن باللغة العربية ليعطيك أكبر عدد من المعاني بأقل عدد من الكلمات. وانظر معي، القرآن منذ 1400 سنة كل يوم يظهر تفسير جديد، حتى الآن لم يتوقف تفسير القرآن ومعاني القرآن وإعجاز القرآن وآفاق القرآن ودلالات المعاني في والكلمات في القرآن العظيم. كل يوم يظهر شيء جديد، سبحان الله، 1400 سنة. فهذا لا يتحقق إلا باللغة العربية. لذلك اختار الله اللغة العربية وقال إنا أنزلناه، ماذا؟ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن إذا أردت أن تعقل عليك أن تتقن اللغة العربية التي هي لغة القرآن. طيب النتيجة الرابعة، دماغ الناطق بالألمانية يبذل جهدا أقل لمعرفة دلالات الكلمات ويعتمد على جزء محدد من الدماغ. هنا مثلا نجد دماغ الألماني كما نرى هذه النقاط النشطة، إذا أراد أن يتعرف على معلومة معينة يبذل جهدا في نقطة محددة، بينما الدماغ العربي كما رأينا يمين ويسار. يعني أنا فقط أعطيك مقارنة، هذا دماغ عربي يمين ويسار يعمل،
الألماني تجد أنه يعمل الجزء الأيسر، أو مثلا نقاط محددة كما نرى. هذه المناطق، هذه هي المناطق التي تنشط أثناء معالجة اللغة. وبالتالي نستطيع أن نقول إن مفردات اللغة لها معاني كثيرة جدا، يعني مثلا الحب والهيام والعشق والهوى والتعلق والانجذاب. طيب درجات كثيرة للحب في اللغة الألمانية، ربما تجد كلمة أو كلمتين، أو في الإنجليزية كذلك، بينما في اللغة العربية تجد حزمة كبيرة من الكلمات للتعبير عن مراتب الحب، مراتب الهوى والعشق والهيام والتعلق إلى آخره. يعني هذه يعرفها الشعراء. فإذا الدماغ العربي يعمل بشكل أعقد لمعرفة دلالات الكلمة والمعاني المحتملة التي تحيط بهذه الكلمة. لذلك هنا أخي الحبيب، الباحثون رسموا هذا الشكل، وهنا نلاحظ أن الدماغ العربي يعمل بجزئيه. الدماغ الألماني يعمل نقاط محددة كما نرى، ترابط أقل بكثير. هذا الجزء الأيسر، النصف الأيسر من الدماغ، هذا الأيمن، الأيسر الأيمن. هنا Arabic Native Speaker، وهنا German Native Speakers. إذن هذا طبعا مقطع رأسي في الدماغ، يظهر الدماغ الألماني كيف نلاحظ هنا يعمل نقاط محددة فقط، بينما الدماغ العربي كله يعمل. يعني وهذا يعني قرر العلماء أن الدماغ الناطق باللغة العربية يعمل بشكل مختلف عن الدماغ الناطق باللغة الألمانية. واللغة الألمانية طبعا مثلها مثل الفرنسية، مثل الإنجليزية، كلها لغات مشتقة من أوروبية. يعني طبعا هنا نتائج هذا البحث أيها الأحبة تقول إن اللغة العربية أكثر تنظيما من حيث القواعد. وبالفعل الذي تعمق في قواعد اللغة العربية يدرك أنها أكثر انتظاما. اللغة العربية أكثر تعقيدا من حيث الدلالات، يعني هي لغة منظمة ودلالاتها كثيرة جدا. ولذلك لدينا في اللغة العربية ما يسمى بالبلاغة، في بقية اللغات غير موجود هذه البلاغة. اللغة العربية أكثر خيالا وأكثر حيوية وغنى، لذلك تتطلب عمل جزئي الدماغ. وأخيرا اللغة العربية أكثر عاطفة وأكثر إحساسا وغزارة. يعني أعطيك مثال أخي الحبيب على غنى اللغة العربية. مثال هنا لدينا للأسد في اللغة الإنجليزية اسم واحد مثلا، ليون. في الألمانية اسم لنقول اثنين أو ثلاثة. طيب في اللغة العربية أنا لدي أكثر من 300 اسم للأسد فقط: الليث، البهنس، والبيهس، الهضوم، القسورة، فرت من قسورة في القرآن، الهزبر، الطحطاح، الغضنفر، الضيغم. أكثر من 300 اسم للأسد. السيف له عشرات الأسماء: المهند، الحسام، كذا. لذلك اللغة العربية غنية جدا، والكلمة لها دلالات كثيرة جدا. لذلك اختارها الله لتكون لغة القرآن. كذلك اللغة العربية قادرة على نقل الحالة النفسية والعاطفية أكثر من بقية اللغات. البلاغة العربية تنفرد بها لغة العرب عن بقية اللغات.
هذه التراكيب البلاغية المعقدة غير موجودة في بقية اللغات. لذلك ذكر الله حقيقة إنزال القرآن باللغة العربية في 11 آية: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وهذا لسان عربي مبين، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. يعني انظر أخي الحبيب، كلمة عربي ذكرت في 11 آية في القرآن الكريم ليؤكد لنا الله عز وجل على أهمية هذه اللغة. لذلك هنا عندما تذهب إلى بعض الكتب المقدسة تختلط على كثير من الناس، ما هي اللغة التي نزلت بها؟ ما هي اللغة التي كتبت بها؟ العبرية أم اليونانية أم الآرامية أم السريانية؟ لا تعلم، تجد خربطة في هذا المجال، بينما هنا آيات واضحة تؤكد أن القرآن نزل باللغة العربية، لأن هذه اللغة هي الوحيدة التي تستطيع أن تعطي أكبر عدد من المعاني والدلالات بأقل عدد من الكلمات. بالإضافة طبعا يعني هذه الدراسة أخذت جزء بسيط من اللغة، لم تدرس تأثير البلاغة ولم تدرس تأثير القراءات القرآنية. لا يوجد في العالم كتاب يقرأ على 10 أوجه. أعطوني كتاب في أي لغة يقرأ الكلمة تقرأ على أكثر من وجه، ما يسمى بعلم القراءات. لذلك أخي الحبيب، نحن لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام أن هدانا للإيمان، وأن حفظ لنا هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني اليوم انظروا إلى أتباع الكتاب المقدس، ما هي اللغة التي لا أحد يستطيع أن يتكلم باللغة التي تكلم بها المسيح عليه السلام، بينما أنا اليوم أتكلم معكم باللغة التي تكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن حفظ لي اللغة العربية. نفس الكلام الذي كان ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا، أنا وأنت نتحدث به اليوم ونتعامل بكل بساطة، بينما اللغة العبرية القديمة أو اليونانية أو السريانية أو الآرامية، هذه اللغات القديمة من يتعامل بها اليوم؟ لا أحد. فهذا يدل أيضا على بقاء اللغة العربية وقدرتها على البقاء والاستمرار والتنوع والحيوية، فهي لغة خلاقة، لغة حية حيوية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الدراسة. وأقول كلمة أخيرة للمشككين وللملحدين، أعطونا كتابا أفضل من القرآن نتبعه إن كنتم صادقين. أنتم تدعون أن هذا القرآن كلام بشر وأنه خزعبلات وكلام فارغ، طيب أعطونا كتابا أفضل منه وأكثر بلاغة وأكثر معلومات ويهدينا أفضل من هذا الهدى الذي نراه في القرآن ونتبعكم إن كنتم صادقين. ولكن هيهات أن يأتوا ولو بذرة مثل القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه على كل شيء قدير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.